بسم الله. تمارين حول درس الزوايا المحيطية للسنة الثالثة إعدادي. نتابع التمارين ديالنا. نمر للتمرين رقم 2. نعتبر الشكل التالي، بحيث المثلث EFG متساوي الأضلاع. احسب قياس الزاوية FEG وقياس الزاوية FMG. ها هو الشكل. إذن كما ترى المثلث EFG متساوي الأضلاع. طبعاً إذن الآن طلبت منك أن تحسب قياس الزاوية FEG، ها هي FEG، ثم قياس الزاوية FMG. FMG الدائرة C اللي عندنا هنا مركزها النقطة M. متفقين؟ يلا خذ دفتر البحث، نقول المعلومات ديالك ورسم الشكل في دفتر البحث، ثم نلتقي بعد لحظات. يلا أوقف تشغيل الفيديو. صافي كملتي، يمكننا نشوفوا الجواب. مزيان، يلا استعد. يلا انا عاوتاني بينت لك الشكل في هذه الصفحه باش نبقاو دائما تشوفوا فيه وحنا تقوموا بالبرهان. اذا لنحسب قياس الزاويه اف او جي، قياس الزاويه اف او جي، نعلم ان المثلث او اف جي متساوي الاضلاع. يلا اذا قلت لك مثلث متساوي الاضلاع، ماذا يمكن ان تقول عن زواياه؟ صحيح، جميع زواياه متقايسة. متفقين؟ جميع زواياه متقايسة. جيد، وقياس كل منها يساوي كم؟ فعلا وقياس كل منها يساوي 60 درجة. إذا خذينا 180 درجة وقسمنا عليهم بالتساوي، متفقين؟ غادي نوجدوا أن قياس كل زاوية هو 60 درجة. غادي نكتب ذلك هنا في الشكل. متفقين؟ نسجل هذه المعلومة. إذن جميع زوايا متقايسة، وقياس كل منها يساوي 60 درجة. وبالتالي فإن قياس الزاوية FEG يساوي بدوره 60 درجة. طبعاً نمشيو الآن ونحسبوا قياس الزاوية الأخرى اللي مطلوبة منا، اللي هي الزاوية FMG. طبعاً الزاوية الأخرى هي في الشكل، أنا غادي نبين عليه هاد الزاوية هادي FMG. طبيعة هذه الزاوية في هذا الشكل كيف هي؟ انظر إلى رأسها M. فعلا رأسها هو مركز هذه الدائرة، إذن هي زاوية مركزية في هذه الدائرة C. جيد، وما هي الزاوية المحيطية المرتبطة بها؟ فعلا الزاوية المحيطية المرتبطة بها هي الزاوية F او جي. ورأينا خاصية في هذا الموضوع التي تربط بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية المرتبطة بها. ماذا قلنا في ذلك؟ فعلا قلنا أن قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها. متفقين؟ أو قياس الزاوية المركزية يساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية المرتبطة بها. إن هناك علاقة رياضية بين هذه الزاويتين، نشوفها. يلا، الزاوية FMG مركزية في الدائرة C، والزاوية المحيطية FEG مرتبطة بها. إذا حسب الخاصية قياس الزاوية FMG يساوي 2 FEG، أو ضعف قياس زاوية FEG. وكم يساوي قياس زاوية FEG؟ فعلا يساوي 60 درجة. إذن FMG يساوي 2 في 60 درجة يساوي كم؟ صحيح، يساوي 120 درجة. طبعاً وهكذا حصلنا على قياس الزاوية FMG. طبعاً
يلا انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء. هذا التمرين مرتبط بحصة أخرى إن شاء الله، سنراها فيما بعد.